تعالوا هيك كلياتنا نهدي نفوسنا بكلمة صلاة ونصفي أفكارنا ونحطها عند الله. يا رب إلهنا نشكرك من كل القلب، نشكرك لأنك أنت أبونا وإلهنا السماوي، أنت مخلصنا وراعينا، وليس ذلك فقط يا سيد ولكنك الرب والسيد حياتنا. نصلي يا رب يا ملكنا يا عظيم يا قدوس، نصلي في هذا الصباح اليوم نشوفك يا رب ونتغير على صورة ابنك يسوع المسيح، ونعرف يا سيد في كل يوم يا رب، كل يوم يا رب نتغير فيه على صورتك يا سيد، نعرف أنه أصبحنا يا سيد إلى تلك الصورة عينها يا رب، نريد أن نصل إلى تلك الصورة عينها. سنصل في السماء ولكن هنا على الأرض نريد أن نسعى ونجاهد ونجتهد أن نكون على مثال وصورة يسوع المسيح. اليوم في التسبيح لألئ صورته يا رب، في الكلمة أيضا اظهر جماله وكمالاته يا سيد لكي نراك يا سيد ونتغير. أعطينا شركة أخوية مع بعضنا البعض، إن كان في الكلام، إن كان في رب في تبادل الحديث يا سيد، إن كان يا سيد في الترنيم، إن كان يا رب في سماع الوعظ، إن كان في التجاوب مع كلمة الله، إن كان حتى في الأكل والشرب وكل ما نفعل يكون لمجد اسمك. نطلب هذا في اسم يسوع، لك كل المجد. أمين أمين. أخاني اليوم الرب رح يستخدم أخاني عيسى في الترنيم، فخلينا هيك مع بعض. تفضل أخاني. صباح الخير. نشكر الرب على وجودكم معانا، ونشكر الرب على انه مكننا ان احنا نكون موجودين معاكم، ونطلب من الرب انه يبارك فترة الترنيم والعبادة. فنبتدي مع بعض نقول له يا رب احنا بنلاقيك وسط المصاعب. الرب دايما موجود معانا، وفي وسط المصاعب هو اللي بيثبتنا، وهو اللي بيشجعنا. ونقول له وحدك انت كفاية لينا، وانت بس تملأ عينينا، صخر كامل سور نار ومينا، انت يا رب يسوع. وقادر وحدك انت كفاية لينا،
صخر كامل سور نار ومينا انت يا رب يسوع وحدك انت كفاية لينا وانت بس تملى عينينا صخر كامل سور نار ومينا انت يا رب يسوع اللي فات سلمنا واللي جاي بنديهولك وانت امين ما تنسى وعدك تجاوب اللي بيندهولك اللي فات سلمناهولك واللي جاي بنديهولك وانت امين ما تنسى وعدك تجاوب اللي بيندهولك وحدك انت كفاية لينا وانت بس تملى عينينا صخر كامل سر نار ومينا انت يا رب يسوع وحدك انت كفاية لينا وانت بس تملى عينينا صخر كامل نار ومينا انت يا ربي يسوع امين صخر كامل امين. الترنيمة الجاية بتقول له يا رب من انا لأصير من شعبك من دعي عليهم اسمك. هل لغريب لضال اثيم ان ينتمي للملك؟ اعتقد كلنا احبائي كنا غرب عن الرب قبل ما نعرفه. أنا شخصيا كنت غريب غريب وبعيد بعيد بعيد بس الرب بعطفه علينا وحبيته لينا. هو اللي بيجذبنا ليه وهو اللي بيقربنا ليه. مش احنا اللي بنروح له هو اللي بيجينا. نشكره ونقول له يا رب مبارك اسمك. كل ما في باطني يقول مبارك اسم الرب. مجدا لك قد انشق الحجاب
لنا سرك. الآن الصرخ يا أبا الآن مجدا فقد صرت لك. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. كل ما في باطني يقول مبارك اسم الرب. كل ما في باطني يقول مبارك اسم الرب. أمين. أخي عيسى تفضل. صباح الخير. أيوة هيك. مين اليوم وهو جاي على الكنيسة متوقع عن إيش رح مثلا ممكن يسمع اليوم؟ مين عمره توقع شو مثلا ممكن أو نفسه يسمع عن موضوع معين في الكنيسة؟ مين في حد توقع اليوم عن إيش بده يسمع؟ إيش ممكن يسمع من كلمة الله؟ هل تنتظر؟ هل بتطلب؟ هل بتفكر انه في اشي نفسك تسمع عنه؟ في اشي نفسك تحكي فيه؟ في اشي نفسك تتجاوب عليه؟ انا بصلي اليوم تكون هالكلمة جواب، حتى لو انت مش حاسس او حتى لو انت مش متوقع شو رح ينقال، يكون اليوم جواب شافي لحيرتك، ويكون اليوم في شيء جديد زي ما انا تعلمت منه. انا في كل مرة لدير بالكو قبل ما أوعظ الوعظة عليكم بوعظة على حالي، كل يوم بوعظة بتدرب عليها في البيت على حالي شي 5-6 مرات، وأضلني أراجع فيها وأذكر حالي فيها عشان أنا محتاجها قبلكم، محتاج أكون صادق وأنا عم بحكي معكم. فغيرت فيي شيء، أعطتني هنتس، أشياء معينة لازم أنتبه لها في حياتي، ساعدتني. وصلي اليوم تكون تساعدك كمان. اليوم قبل ما نقرأ حتى كلمة الله، خلينا بس نهدي نفوسنا ونصلي. قل له هالكلمات ببساطة بس بصدق. قل له أنا عن جد محتاج أسمع صوتك. في أمور مش عارف أغيرها في حياتي ومحتاج مساعدتك، قل لي شو أعمل، سمعني صوتك. يا رب جميعا نتفق يا سيد أنك أنت هو الرب والسيد، أنك أنت تتكلم أيضا، أنت لست فقط ملك صامت، ملك كون صامت قوة جامدة، لا يا رب أنت شخص، أنت أب. يا رب أنا بصلي في اسم يسوع المسيح اليوم، تكلمنا، أنطق بكلمة يا سيد، أرسل كلمة فتشفينا، أعطيك كل المجد للأب. أمين. اليوم قراءتنا، إذا ممكن حد يفتح لي اليوم قراءتنا رح تكون من فيليبي 4 صح الرابع، من عدد 8 لعدد 9، عددين حلوين جدا جدا في آخر إصحاح من رسالة فيليبي. شوفوا معي شو بيحكوا هالعددين. بقول أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا فهذا افعلوا، وإله السلام يكون معكم. واضح صح؟ يمكن مش محتاج مرات نفسرها، بس في شوية أمور هيك. مثلا رسالة فيليبي، خلينا نحكي رسالة فيليبي كتبها بولس الرسول وهو كان وين؟ في السجن. يعني الزلمة ما كانش قاعد على ريكلاينر وحاطط زي ما أنا كنت قاعد على ريكلاينر وبحضر الوعظة هاي، لا، كان قاعد في على أرض خشنة في إجري مقطرة ومكبلين إيديه في إجري وقاعد ومحروس، وكان يعني في حالة يعني مضروب، يمكن صايبه إنفكشن من كتر الجروح اللي في جسمه، ويمكن عليه حرارة، مش قادر يحكي، ما بنعرف شو اللي بيصير،
ما بنعرف شو كانت وضعه، بس كتب هالرسالة. والغريب جدا انه هالرسالة تتركز في حياة الفرح. الرسالة هاي ملخصها، خلنا اقول لك بس ملخص هالرسالة ايش بيقول. انا اخترت موضوع بس قبل ما اقول لكم اياه. لما انت بتفتح التلفزيون وبيجيك دعايات واعلانات، بيجي بحط لك سيارة، بقول لك كان عندنا دعاية زمان بتقول دعاية هي معمولة للخليج عن الكابريس، كانت سيارة الكابريس. فبس يخلص الإعلان بكتبوا لك تحت كلمة لك كيف نعيش بلا كابريس، مش عارفين نعيش من غير كابريس الجماعة في الخليج. أو بتروح على مش عارف إيش بتقول لك غيري لون شعرك، تعمل لك شو اسمه نوع صبغة شعر، بقول لك غيري لون شعرك بتغير حياتك. بيجي لواحد زلمه بيقول لك غير سيارتك بتغير حياتك، غير بيتك بتغير حياتك، غير لبسك بتغير. صح، انا اليوم عندي دعايه ادفرتايزمنت بدي اقدم لك دعايه اليوم من كلمه الله بتقول لك غير فكرك غير حياتك، غير فكرك غير حياتك. ما في شيء بتغيره برا بغير جوا، اذا بتغير اللي جوا بغير اللي برا. الاناء ينضح بما فيه. نرجع لرسالة فيليبي. رسالة فيليبي بتتكلم عن الفرح، بس طلع شو مجمل هالرسالة. بقول لك العنوان يعني تلخيص الرسالة في جملة واحدة. إذا لخصت علمونا في كلية اللاهوت إنك بس تقرأ رسالة كاملة تلخصها كلها في جملة واحدة. فتلخيص هالرسالة بقول لك حياة الفرح والاكتفاء مرتبطة بالموقف القلب الصحيح والتصرف الحسن الذي يحاكي شخصية وحياة المسيح من خلال الالتزام بالاعتماد على قوة الله وموارد النعمة. في الإصحاح الأول بقول لهم إذا بتتشاركوا في ألامه رح تشوفوا الفرح والاكتفاء الحقيقي. الإصحاح الثاني بقول لهم إذا بتتشاركوا في اتضاعه رح تختبر معنى الفرح والاكتفاء. الإصحاح الثالث بقول لهم إذا بتتشاركوا في معرفته رح تختبر معنى الفرح والاكتفاء. في الصحاح الرابع بقول لهم إذا تشاركنا في سلامه، اللي هو منه هذا المقطع، إذا تشاركنا في سلامه سوف تختبر معنى حقيقي للفرح والاكتفاء. أمين. في ناس كتبوا هيك مقولات، أنا بحب دائما أدور شو الناس قالوا عن هذا المقطع، شو قالوا ناس كبار بحبوا الرب قديسين. ناس قال أخبرني عما يشغل فكرك، كله بتكلم عن المقطع هذا، بتكلم في هذا إيش افتكروا، في هذه افتكروا. في شخص قال أخبرني عما يشغل فكرك أقول لك من أنت. في تشابه كبير بين هذا المقطع اللي قريناه شوي قبل شوي ومقطع قبله بالضبط. احنا قرأنا من 8 إلى 9، المقطع من 4 إلى 7 شوفوا شو بقول. بدي أوصلكم لفكرة واحدة. افرحوا في الرب كل حين وأقولوا أيضا افرحوا. طب شو كيف بدي أفرح؟ ليكن حلمكم معروفا عند الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، تهتموا بشيء، هذا الانكزايتي، مش معناته لا to be careless، لا تنهم، لا تجعل من الشيء هما، ما يكونش عندك انكزايتي قلق. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. بعدين بيقول وسلام الله الذي فوق العقل يحفظ قلوبكم وافكاركم. ليش بيقول لا تهتموا؟ لانه الاهتمام وين؟ بالفكر. ولما يصير اهتمام بالفكر بيصير عندك مشاعر عدم سلام وعدم راحة وانسيكوريتي. هذا المرض اسمه مرض اسمه انكزايتي، قلق. لا تهتموا وسلام الله، سلام الله الذي فوق. تقولوا صحيح الرابع بتكلم عن السلام، يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. إذا جينا قرنا هذا المقطع بالمقطع الثاني، تعرفوا شو تفوج التشابه بينهم من 4 إلى 7 ومن 8 إلى 9؟ كلمة واحدة، مين بيقدر يلاقيها؟ السلام. سلام الله إله السلام. إن كنت تريد أن تختبر سلام الله، السلام يبدأ في فكرك، لا يبدأ في أي شيء تفعله في حياتك. لأنه بقول يحفظ قلوبكم
أفكاركم. فسلام الله يبدأ في فكرك. طيب، أنبئني بما في فكرك أنبئك بمستقبلك. الفكر شيء كتير مهم. تعرفوا كم من فكرة في خلال يومك، كم من فكرة بتفكر من أول ما تصحى من السرير لغاية لما ترجع تنام في السرير؟ كم من فكرة بتعرف؟ كم من فكرة بتفكر مختلفة؟ معدل تفكير الإنسان 10,000 فكرة مختلفة في اليوم. 10,000 فكرة مختلفة في اليوم. في السنة، ما يقارب 3.5 مليون فكرة مختلفة بتفكر. في إذا صار عمرك 75 سنة بتفكر بما يعادل 26 مليون فكرة مختلفة في حياتك. يعني أنت هلأ من أول ما صحيت الصبح، صحيت الساعة 8 الصبح لغاية الآن أنت استنفذت حوالي 2000 فكرة، ضايل لك 8 من هون لغاية ما تروح تنام. إذا بيجي شخص لما تصحى الصبح بروح معطيك 10,000 دولار، بقول لك لازم ينصرفوا قبل ما تنام، معك للساعة 12 بالليل لازم ينصرفوا ال10,000 دولار، قل لي هل بتصرفهم في بعزقة ولا بتفكر كويس كيف how do you want to spend this amount of money؟ صح؟ صح؟ انتوا معي ولا ما؟ بقولكم انا بشعر مرات بالوحدة اذا ما حدش بيحكي معي، بشعر اني وحيد. احنا هنا ما بنطلع على التلفزيون، على شاشة قناة الحياة ولا اي قناة تانية، احنا بنطلع، احنا انتر اكشن مع بعض. اوكي، لو حد اعطاك 10,000 دولار كيف ممكن كيف ممكن تصرفهم بحكمة؟ صح، تقعد ما بتطلع الدولار الا لما تعرف هو وين رايح، صح؟ لانه عندك وقت محدد بأماوت محدد بدك تصرف ال10,000 في اشياء مفيدة تستفيد فيها، تضلها عندك، تبقى عندك، مش اشياء تنساها، صح ولا لا؟ صح؟ صحيح. ايوه هيك. ايوه هيك. شيء مؤسف انه احنا نهتم بالاشياء المادية الخارجة عنا اكثر ما بنهتم بالاشياء اللي بتدوم فينا وبتستمر وبتأثر فينا وبتشكل حياتنا. شيء مؤسف، مش مهتمين ب10,000 فكرة اللي بنفكر فيها. ما عنا مشكلة شو نفكر، مش بقول لك انا بدي اريح فكري. يا اخي وين اجك تريح فكرك؟ بدي اريح فكري، بدي اقعد مش عارف ايش اريح فكري، بدي احضر لي مش عارف ايش عشان اريح فكري، بدي اروح مش عارف وين عشان اريح فكري. بس انت مش مهتم كيف تشغل فكرك عشان ترتاح. بتفكر انه اذا انت رحت اي فاكيشن راح يرتاح فكرك. لا، انت راح تاخذ فكرك معك على الفاكيشن باي ذا واي، انت ما بتسيبه في البيت وبتروح. شخص اسمه رالف والدو إيمرسون، معروف هذا الشخص؟ مين بيعرفه؟ هذا الشخص في أواسط القرن 19 شخص فيلسوف كبير، غير أشياء كتير في أمريكا، وشاعر وكاتب وفيلسوف، قاد حركة اسمها الفلسفة العليا في أمريكا في أواسط القرن 19. شوفوا شو قال هذا الشخص. قال be aware of what you set your mind on. Be aware of what you set your mind on, because that surely will become you. هنري فورد. هنري فورد، مين ما بيعرف هنري فورد؟ مين راكب سيارة فورد هون؟ هنري فورد مؤسس شركة فورد المعروفة قال هالجملة، قال thinking is the hardest work in the world. Thinking is the hardest work in the world, which is probably why so few people engage in it. الأشخاص المفكرين يا إخوتي اللي بيرتبوا فكرهم بنسميهم علماء. الأشخاص المفكرين بنسميهم مثلا أدباء. الأشخاص المفكرين صحيح بنسميهم فنانين. الأشخاص المفكرين هم الأشخاص الذين يغيرون العالم، الذين يؤثرون في العالم إما سلبي أو إيجابي، والباقي
الذي لا يفكر ولا يعطي لتفكيره أهمية زي الخروف، وما بقولوا لي روح بروح. الفكر شيء مهم جدا. الشيء اللي شفته أنا لسه ما بديت، قربت أخلص المقدمة. الفكر شيء مهم جدا. تعرف أنك أنت ما بتقدر تفكر في نفس اللحظة بفكرتين مع بعض. أنت بتفكر بفكرة واحدة بس في اللحظة هاي، ممكن اللحظة الثانية تفكر فكرة تانية، بس في نفس اللحظة ما عندك مونو، الموضوع مونو عنا، تفكر فكرة واحدة مش بفكرتين بنفس اللحظة. ممكن تفكر في 5 دقائق بـ30 فكرة، بس في نفس اللحظة بتفكر بفكرة واحدة. وهاي اللحظة، هذا التفكير، هذا الأشياء اللي منفكر فيها، هي نأخذ قرارات واختيارات في حياتنا ممكن تدمر أو تهدم أو تبني وتكبر حياتنا. دير بالك بإيش بتفكر. بولس الرسول عم بيقولنا طريقة جديدة للتفكير، طريقة ما اخترعوها الأيام هاي علماء النفس، طريقة كانت موجودة في كلمة الله بالروح القدس، بولس كتبها، التفكير الإيجابي. يعني كيف أقولكم بولس شو قصده يقول؟ شو قصده في هالمقطع؟ بدي إياكم تعملوا معي هالشغلة عشان أقولكم إياها. بدي إياك تغمض عينك معي، بليز غمض عينك، بس حاول ما تنام، غمض عينك بس ما تنام. بدي إياك تفكر بالأشياء، غمض عينك رح تساعدك هاي الفكرة، ساعدتني كتير. بدي إياك تفكر بأي فكرة بتخطر في بالك ما عدا الأفاعي الحياية الحية. تفكرش في حية، اوعك تفكر في حية، غمض عينك، حاول امنع فكرك انك تفكر في الحية، اوعى تفكر في الحية، ارفض انك تفكر في الحية، خاصة الحية الخضراء الكبيرة، اوعك تفكر فيها، اوعك تفكر في الحية وانت نايم من تحت الحاف عم تمشي عم بتحس فيها، اوعك تفكر في الحية، اوعك تفكر في الحية، لا 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 تفكر في الحية، فكر في اي شيء تاني الا الحية. طيب فتحوا عينيكم، مين ما فكر في الحية؟ كلنا فكرنا ما قدرناش، مع اني عم بقول لك ايش لا تفكر في الحية، فانت شو بيصير فيك؟ طيب غمض عينك مرة تانية، خلينا اقول لك بولس شو بيحكي. غمض عينك معي كمان مرة، بدي اياك او اياكي، غمض تخافش، مش راح انايمك تنويم مغناطيسي، بس غمض عشان تفهم الفكرة. بدي اياك تفكر في أحلى أكلة بتحبها، أحلى أكلة بتحبها هلا، أو في أحلى طبق حلويات أنت بتحبه، كنافة مثلا، حلويات عربية، أو مثلا بالغدا تفكر، فكر في أحلى شيء بتحبه، بتحب تاكله هلا بعد الاجتماع. فتح عينيك. بدي أسألك سؤال، مش ما بدي اسالك شو فكرت، لا مش راح افضحكم، استنى. مين فيكم نسي الحيه؟ مين فيكم هو بيفكر في هاي الفكره نسي الحيه؟ كلنا صح. بولس الرسول عم بيقدم لنا هذه الشغله، عم بيقول لك طول ما انت بتقول انا ما بدي افكر بالغلط، ما بدي افكر، راح تفكر فيه وراح توقع فيه. عم بيقدم لك طريقه جديده لتفكر فيها، بقول لك في هذه افتكروا، في هذه افتكروا. فكرك بيحتاج لتمرين زي جسمك، فكرك محتاج لتمرين زي وزي جسمك ليتدرب. شوفوا هلا هون نمسكهم واحدة واحدة. أول شغلة بتطلع شو هي الأشياء اللي بقولنا نفكر فيها حتى نحمي أفكارنا من المشاكل وبالتالي تتغير حياتنا للصحة. شو الأشياء؟ أول شيء كل ما هو حق. شو يعني حق؟ إذا بتفتح الراديو لما بتطلع بتسوق، إذا بتتفرج على التلفزيون لما بترجع تعبان من الشغل، بس هيك تفضي فكرك يعني وتريح حالك، مش كل شي بتسمعه هو حق. بس إيش المصيبة؟ إنه أنت أوريدي سمعته، فشو بيصير؟ دخل بطريقة غير واعية لفكرك. مين عمره صح الصبح على منبه هذا اللي بربطوه بطلع الراديو فبطلع أغنية هيك؟ تعرفوا مرات هيك تصحى انت مش واعي لسه، انت لسه صاحي بتروح طفيه، بس طول اليوم بتضلك تدندن في الموسيقى اللي سمعتها بشكل غير واعي.
اللي بتسمعه واللي بتشوفه شئت أم أبيت دخل فكرك، ما بتقدر تطلع وخلاص، دخل صار مطبوع في الصورة في الذهن. دير بالك من الحق وين هو فيهم، دير بالك مش كل شيء بتسمعه حق. عشان هيك بيقول، طب الشغل اللي بتسمعها بقول لك بتشكل قيمك من غير ما تشعر، بتشكل قيمك ومبادئك. إذا ما عندك شيء آخر تستند عليه ليشكل قيمك، أي شيء أحد بيحكي لك كلمة بتركض وراء من غير ما تشعر، بتشكل قيمك. طيب وين ألاقي الحق؟ رب يسوع في يوم الأيام قال عن الآب، قال له أنت هو الإله الحي الحقيقي وحدك. حق يعني حقيقي، شيء حقيقي، عكس زيف. حق عكس زيف. مين هو الحق؟ أول شيء في الآب، أنت هو الإله الحي الحقيقي وحدك. الإبن، أنا هو الطريق والحق والحياة. الروح القدس اسمه روح الحق المعزي، مش روح الحاج المعزة، لا، روح الحق المعزي. قال له قدسهم في حقك، كلامك هو حق. بدك فكرك يمتلي بالحق، ركز على الآب والابن والروح القدس، الله إلهيم، وركز في كلامه، هون الحق. لا تستقي أفكارك ومعتقداتك تبني حياتك، تشكل قيمك من برا، تعال جوا في كلمته واعرف عنه واعرف شو بده، كيف بده يشكل لك فكرك. هذا هو الحق، هذا أول شيء. تاني شغلة شو بقولهم؟ كل ما هو حق، كل ما هو إيش؟ كل ما هو جليل. كلمة جليل معناها نبيل، نوبل، نبيل. عارفين احنا عنا الملك من ندي، شو من ندي الملك عبد الله في الأردن؟ شو لقبه؟ جلالة الملك. شو الشيء الجليل؟ هو الشيء الملكي، الشيء الثمين، الشيء الجدير بالتقدير والاحترام، الشيء ذو المنفعة الحقيقية. عكس يعني دكتور، شو معنى كلمة جليل؟ عكس تافه، عكس تافه وسخيف ومضي على الوقت. جليل عكس تافه وسخيف ومضي على الوقت. خلي فكرك في الأمور الجليلة، الأمور السامية، الأمور اللي بينفع to bank your life on. فكر فيها، سيبك من السخافات اللي بتسمعها حواليك، مليان السخافات في العالم، مليان مليان يا الجاربج في العالم. الجاربج يعني بدك، العالم عامل زي الحاوية، الحاوية الزبالة الكبيرة لشخص هوملس بده ياكل، بده يفتش في مليون شغلة ليطلع له لقمة صاغ. مليان زبالة العالم، انساك من الزبالة، فكر فيما هو جليل، فيما هو حق وجليل. طيب شيء عادل، بقولهم كل ما هو إيش؟ عادل. شو معنى عادل؟ عادل يعني صحيح، صائب، صح، شيء صح مش شيء غلط، شيء صح. بقول لك فكر في ما هو عادل بغض النظر، تفكر في الشيء الصح إنك تعمله بغض النظر عن مشاعرك وإرادتك. ديروا بالكم إحنا ما بنعمل الصح دائما، ولا ليش بنغلط؟ شو اللي بيقودني للغلط؟ مشاعري، إرادتي. فكر إنك تعمل الصح بغض النظر عن مشاعرك. مشاعرنا كوربتد بالكلتشر تاعتنا، بتربيتنا، بالبيئة اللي عشنا فيها. في كتير أمور بتأثر على مشاعرنا، فبتخل مشاعرنا خداعة. عشانك بقول القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه. مشاعرنا خداعة، مشاعرنا خداعة، تخدعنا. اعمل الصح. كنا لسه منتناقش في البيت عنا عن أحد الأشخاص قال شغلي غلط في يوم الأيام، لأنه هو بيشعر أنه هي صح، لكنها كتابيا واضحة مش صح. اعمل الصح والحق الحقيقة، اعمل الصح، اعمل ما هو صائب بغض النظر عما رأي الناس أو مشاعرك شو بيقول. أمين. كل ما هو عادل في
في هدفك. إن أردت أن تعمل، إن أردت أن تهرب من الزيف في فكرك، فكر في الحق. إن أردت أن تهرب من الأمور السخيفة في حياتك، فكر في الجليل. إن أردت أن تهرب في الأمور الخطأ اللي في فكرك، فكر في الأمور الصائبة والعادلة في كلمة الله. بعدين بقولهم كل ما هو طاهر، وطاهر هنا إلى علاقة أخلاقيا وأدبيا، بيور نقي، كل ما هو نقي وطاهر. عندنا إشي اسمه الحواس الخمسة. الحواس الخمسة شو هم؟ واحد، نظر، سمع، لمس، شم، وإيش؟ وذوق. كل شيء بتعمله بتستخدم الحواس الخمسة فيه بتسجل عندك. يا ترى الأسبوع الماضي، يا ترى الأسبوع الماضي شو شفت؟ شيء دنس. شو سعيت لتلمس شيء دنس؟ شو عملت لسمعت لتسمع شيء دنس؟ الأسبوع الماضي بدك تهرب من هاي الأفكار اللي اوريدي دخلت مخك، فكر في ما هو طاهر. ما تقعد تفكر لا أنا ما بدي، أنا ما بدي أفكر في هالأمور، لا لا بديش أفكر، لا لا. بعطيك صف، بعطيك وصفة رائعة جدا جدا بولس في هذا الصباح. إن أردت أن تهرب مما هو دنس، فكر في ما هو طاهر، فكر في ما هو طاهر. بعدين شو بقولهم؟ فكروا في إيش كمان؟ فكروا في كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، بعدين كل ما هو طاهر، وبعدين شو بقولهم؟ كل ما هو مسر. شو يعني مسر؟ مبهج. عارفين كلمة مسر؟ عجبتني الترجمة الإنجليزية بتقول lovely, lovely things، أمور الحلوة الجذابة. فكر فيما هو مبهج، كل ما يبعث على السرور والبهجة. فكر في هاي الأمور. بدك تبعد عن النكد، بدك تبعد عن النكد والتنغيص، لا تقعد تفكر فيه أو كيف بدك تتخلص منه. فكر فيما هو lovely، مسر. أنا جربتها الطريقة هاي على فكرة، جربتها من يوم الخميس، actually من يوم الجمعة الماضية. It's working. مش عم بتعمل شيء نفسي، أنت بتعمل شيء كتابي. هو بيقول لك ففي هذا افتكر وفعل أمر، ففي هذا افتكر، وبدك تعمل الصح فكر هيك. الكلمة اليونانية على فكرة، هذه الكلمة مستخدمة فقط في كل العهد الجديد هون. أنا دورت عليها ما لقيتهاش ولا في مكان تاني باليوناني، بس هون. والمعنى الكلمة هي زي المغناطيس اللي بيجذب المسامير الصغيرة، كل ما هو جذاب. بمعنى تاني، الأمور التي تجذبها النعمة. فكر في هاي الأمور، في نعمة الله، لأنه فيها كل السرور. نعمة الله صالحة مرضية كاملة، إرادة الله ونعمته، إرادة الله. إذا بدنا نبعد عن الزيف بإيش منفكر؟ وإذا بدنا نبعد عن الأمور التافهة بإيش منفكر؟ فيما هو جليل. وإذا بنبعد عن الأمور الخطأ اللي مشاعرنا بتخدعنا فيها بإيش منفكر؟ كل ما هو عادل. وإذا بدنا نبعد عن كل شيء نجس في أفكارنا بإيش منفكر؟ بما هو طاهر. وإذا بدنا نبعد عن كل شيء نكد ومنغص على الحياة، ما أكثرها في الأيام هاي، بإيش منفكر؟ فيما هو مسر. بعدين بيقول شغل كتير كتير حلوة، بيقول كل ما هو صيته حسن. كل ما هو صيته حسن. أسألك سؤال، شو بتحب صيتك يكون بين الناس؟ كيف بتحب صيتك يكون بين الناس؟ تعالوا نتشارك، معلش تعالوا نتشارك، مسموح نتشارك. شو بتحب؟ احكي لي فكرة واحدة. شو بتحب الناس تعرف عنك أو تكون قدام الناس؟ الناس تشوفك تسمع عنك شيء، أو لما تجيب سيرتك تحكي الأخت بادرة، أخت أعطيني صفة إيش؟ آه خدومة.
الأخت خلود أخت محبة، الأخ أبو أديب مصلي. شو الشيء اللي بتحب الناس لما تشوفك تعطيك صفته في هذه؟ افتكروا كل ما هو صيته admirable، شيء يقدر، فكر فيه. كل ما هو صيته حسن، عكس الصيته حسن، عكس الصيته حسن هو الرخيص المبتذل. الرخيص المبتذل، لما بيجي لواحد يعني ممكن أحد يسميني أي شيء، بس إنه يسميني واحد رخيص صعبة، شخصية مبتذلة صعبة، صح؟ لا، إحنا بدنا العكس، كل ما هو عكس ذلك. أمين. ففي هذه افتكروا، إن كنت تريد أن تبتعد في فكرك عن الأمور التي هي مبتذلة ورخيصة، فكر في مصيته حسن. خلينا أقولكم شو معنى صيته حسن وشو العكس. أنا قرأت هيك زي مثل صغير، كتير من الناس بتلاقيهم في مداخل بيوتهم بتشوفوهم بتلاقوا في اللي هي بسموه الساير هون، اللي هو السور أو الساير اللي هو المجاري سويج، بتلاقوها في المداخل مراتك. فبروحوا شو الناس عشان يخبوا هاي المنظر، مش حلو، ومرات الريحة بتكون مش حلوة إذا كان في أي مشاكل، فبروحوا بروح بزرعوا حواليها وبيغطوها بإيش؟ بورد، صح؟ بيغطوها، بحطوا أوراق زريعة ورد حواليها عشان يغطوها، عشان منظرها مش حلو، مرات ريحتها بتكون مش حلوة، بيغطوها بورد. لا تقدر تخبي وتشيل هاي الريحة، to cover it، اللي هي فكرة الكفارة، to cover it، لازم تفكر في شيء عكسه. هذا هو مصيده حسن، كيف نفكر في الأمور. طيب بعدين بولس الرسول بروح ملخص لهم كل الست أمور هاي اللي شايفينها قدامنا، وبروح معطيهم كلمتين فقط بتلخصهم التنتين، اللي هي مين حافظ؟ إن كانت فضيلة ومدح. شو الفضيلة وشو المدح؟ يعني الفضيلة اللي هي الأمور الإكسلنس، لما تفكر في الإكسلنس، الأمور المتميزة السامية العالية جدا. ودائما هاي كلمة الفضيلة بتتكلم عن الأمور الأخلاقية والأدبية، في هذه ففي هذه افتكروا، أمور الأخلاقية وأدبية عالية جدا، حتى تهرب من دناسة ونجاسة العالم ومشاكل العالم في الفكر. والشغل الثاني قال لهم مدح، عارفين شو كلمة مدح؟ الأشياء الأبروفت من الله إنها حسنة. تعرف لما الله خلق العالم قال إنه إيش؟ حسن. الأشياء اللي الله بيوافق عليها حسن، فكر فيها، جمع لك كل الأشياء الستة في كلمتين، فضيلة ومدح، praiseworthy والexcellent things thoughts. أمين. هذه هي الأشياء اللي حاب أحكي لك إياها، بس إنه في أنا تقريبا يعني خلصت، ما تخافوا مش راح أتأخر عليكم. هاي الأمور ما راح تفتح باب بيتك الصبح أو تصحى الصبح تلاقيها موجودة عم خدتك. هاي الأمور بدك تبحث عنها، أوكي؟ هاي الأمور لازم أن تجتهد لكي تبحث عنها في كلمة الله وفي إخوتك وفي الشركة مع الله ومع الإخوة، وتفكر فيها. ما راح تصحى تلاقيها واقفة على الباب تستناك تأخذني فكر فيه، نو. بدك تدور عليه، لأن نعيش في عالم مظلم، نعيش في عالم مظلم، أنا أكاد أن أشبهه لمكب نفايات. بدك تبحث على الشيء الكويس وتفكر فيه، وستجده ملخص في كلمة الله. في جملة بدي أسمعكم إياها، جملة بتقول You're not what you think you are but what you think you are. أنا سرحت فيها لأفهمها، فمعلش إذا صعبة شوي فكر فيها معي. You're not what you think you are but what you think you are، يعني أنت
انت مش اللي بتفكر عن حالك شو انت، ولكن الاشياء اللي بتفكر فيها هي انت. انت مش اللي بتفكر عن نفسك مين انت. القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس، فكر في حالك كما شعر في نفسه هكذا هو. بس الاشياء اللي بتفكر فيها هي اللي بتعرفك. define you. what you think defining your personality. شغل كتير خطير التفكير. في السؤال اللي هو انا سالته وقعدت ادور على جوابه، كيف نغير افكارنا؟ طيب هل نستطيع ان نغير افكارنا؟ بمعونه الله طبعا نستطيع ان نغير افكارنا. بدي اعطيك اربع طرق سريعه جدا كيف نغير افكارنا. طب عمليا نطبق هلا الحكي هذا الحلو، كيف نعمله؟ واحد، حلل ما يدخل الى فكرك، الانبوت، اي شيء بتسمعه بتشوفه اي شيء قدامك حواليك، قبل ما تسمح له يفوت بفكرك، قبل ما انت تعتنقه وتحبه، حلله، شوفه، هل هو حق؟ هل هو جليل؟ هل هو عادل؟ هل هو مسر؟ فكر فيه، هل يتطابق مع مقاييس الله؟ مش مقاييس الناس، مش مقاييس الناس، هل يتطابق مع مقاييس؟ اخوتي انا بسمع دائما كلمه من اولادي تعلموها هون في امريكا، بس انا بعرفها من زمان، كنت بحضر مع مؤتمرات شباب، اي واحد بيكون عامل شغله حلوه، لبس لبس جديده مختلفه، موضه جديده، بيقولوا له كول كول، واو كول. مين حدد انه هذا كول؟ مين اللي حدد انه هذا كول؟ مين اللي قال انه هذا كول؟ بيكون شيء يعني لا الالوان ركب ببعض ولا اللبس مجعلك ولا كول لانه جديد. مين اللي حدد انه كل شيء جديد بيطلع هو كول؟ حلل الانبوت اللي بتشوفه وبتفوت قبل ما يفوت ويغير قيمك، حلله، قيسه على مقياس كلمة الله، قيسه على مقياس كلمة الله. شوف الآية، شوف وظيفتي وظيفتك، شوف الآية شو بقول في كورنثوس 2:10-5. أنا فقدت السيطرة هون يا أخوة. هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر، فلتر اللي داخل فلتر، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. طاعة المسيح أول شيء، حلل ما يدخل إلى فكرك. اثنين، نظف ما قد دخل فكرك. أردي اعمل أول شيء بنسميه فلتر، فلترة، فلتر الانبوت، وهنا بنسميه دايت. اعمل دايت، طلع الأشياء، الدهون الفاسد اللي بتأثر على حياتك، الدهون الفكرية اللي ما بدك إياها، خليك ماسك في البروتين الفكري، بروتينات. لا، اليوم اللي قرأناه بروتينات هاي للجسم، فيتامينز، بس ما عدا ذلك شحوم ودهون رح تجيبك الأرض. اعمل دايت لفكرك. شوف شو بقول اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري. بكمل بقول وانظر إن كان في ميلا واهدني طريقا أبديا. امتحان، اختبر اللي دخل، اختبره، صفيه ونقيه، واعمل دايت لفكرك. الشغل التالي، إذا نحلل ونظف، اختبر تأثير أصدقائك عليك سلبيا. العلاقات هي أكثر الأمور اللي ممكن تأثر على الإنسان سلبيا. في كورنثوس الأولى 15:33 بيقول لا تضلوا فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. لا تضلوا، لا تخلي حدا يضللك، لا تخلي حدا يغشك، لا تقول أنا بقدر أسر أصحابي. المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. حلل ما يدخل، نظف ما قد دخل، اختبر أصدقائك، وآخر شيء أهم شيء، املأ فكرك وذهنك بكلمة الله. بيقول في مزمور 119:11 بيقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. الرب يسوع في النبوة عنه في مزمور 40 بيقول وشريعتك
في وسط أحشائي، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. تشوفوا هالآية في روميا 12:2 بقول لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد، اللي هي ضمن فكركم، بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. تذكروا مرة حكيت لكم عن ديناميكية اتخاذات القرار وبناء القيم، حكيت على المنبر هذا مرة إنه طريقة التفكير تاعتنا بتنقسم لثلاث أمور، عندنا سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية. السلطة التشريعية في أمريكا إيش؟ كونغرس. السلطة القضائية سوبريم كورت. والسلطة التنفيذية الجيش والشرطة واللي بيقوموا بتنفيذ الأوامر، اللي بيقوموا بخدمة القانون، صح؟ عندنا إحنا زيهم أصلا، هم أخذوها من طريقة الله في 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 صنع الإنسان واتخاذ القرار. عندنا الذهن، الصور، أفكار، كل ما يلتقط ذهنه، كل ما تعلمته يتخزن في منطقة في ذاكرة دائمة اسمها الذهن. الذهن عندنا شيء اسمه الضمير الذي يحكم على هذه الأمور، إذا كانت السلطة القضائية. وعندنا أعضاء جسمنا وأفكارنا وإرادتنا وكلها، الباقي بيلحق. عندنا سلطة تشريعية. إذن المشكلة بتبدأ وين؟ في الذهن. شو ما في الإناء ينضح مما فيه، شو ما في في ذهنك رح يرتاح له ضميرك وتلقائيا رح تتصرف فيه. إذا بدك تتغير عن شكلك وحياتك، بدك تغير حياتك، مش الـ شو عنوان الوعظة؟ غير فكرك غير حياتك. تغيروا عن شكلكم حياتكم بتجديد أفكاركم ذهنكم. غير فكرك غير قانون طبيعي كتابي، هيك الله خلقنا. وحكيت لكم تذكروا شو اللي بيخلي شخص، شو اللي بيخلي شخص شخص إرهابي، شخص إرهابي مجرم، شو اللي بيخليه يروح يفجر مدرسة أطفال، حتى مش أطفال، كيندر جاردن. شو اللي بيخليه يروح يفجر كيندر جاردن وهو شاعر بسرور؟ عارفين إيش؟ غسلوا له دماغه وذهنه انه هذا صح، ضميره ارتاح للموضوع فنفذ بكل سرور، سرور عارم. دير بالك فيما تفكر لانك ستصبح عليه، ستصبح هكذا في كل شيء تفكر فيه. الفكر شيء مهم، معركة الشيطان هي في الذهن، المعركة هي الحقيقية هي في ذهنك، في فكرك. إن انتصرت هناك انتصرت في حياتك تلقائيا. أحب هذه الآية جدا جدا في سفر الأمثال، بنصحك كل يوم تقرأ لك إصحاح من سفر الأمثال في خلال قراءاتك اليومية. بنصحك تقرأ كل يوم إصحاح من سفر الأمثال، وجايين تعرف كم من سفر؟ 31 إصحاح، يعني كل يوم عندك واحد بونص كمان. بقول ليضبط قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحيا، اقتني الحكمة، اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي، لا تتركها فإنها تحفظك، احببها فتصونك. الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة وبكل مقتناك اقتني الفهم، ارفعها فتعليك، تمجدك إن اعتنقتها، وتعطي رأسك إكليل نعمة، جمال تاج جمال تمنحك. عبي ذهنك في كلمة الله، تستفيد، أنت المستفيد. السؤال، هل نستطيع أن نتغير؟ هل نستطيع أن نغير فكرنا؟ نعم. الله، الآية الأخيرة رح أشاركك فيها، بقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. الله حط فيك اللحظة اللي جيت له وقلت له يا رب أنا بدي أكون ابنك، سكن فيك بالروح القدس الذي يفحص أعماق الله، كل ملء الله موجود فيك في الروح القدس.
إذا اعتمدت على موارد النعمة التي في روح الله تستطيع أن تنتصر. نستطيع أن نعيش. بقدر أغير فكري، بقول لك فكرة ملزقة براسي، you can، لأنه الله وهب لنا بقدرته الإلهية، مش قدرة عادية، قدرة إلهية تفوق كل عقل، وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. What God requires, He provides. What God requires, He provides. وهذه التقوى، هذه القدرة الإلهية اللي وهبت لنا من خلال اللحظة اللي بدأنا فيها نعرف الذي دعانا. نستطيع يا أخوتي، نستطيع. الرب عنده قدرة يعطينا، عم بيعطينا إياها. الله قادر، الله يستطيع كل شيء، ولا يعسر عليه أمر، وهو ساكن فيك، يستطيع أن يقويك إذا انتبهت له وعطيته الفرصة. إذا طلبت منه من يعوزه الحكمة فليطلب، الذي يعطي بسخاء ولا يعير، ولا يعير. شخصية المسيح إذا تأملت فيها، فيها كل الحقائق هاي، فيها كل الفضائل هاي اللي قرأناها. خليني بس نقرأ المقطع آخر شيء مع بعض ونصلي. خلينا نقرأ المقطع مع بعض ونصلي. أخيرا أيها الإخوة، تعالوا نقرأ مع بعض، ارفع صوتك معي، قول معي. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا، فهذا افعلوا، وإله السلام يكون معكم. تعالوا نصلي. يا رب إلهنا الحي القادر القدوس، نشكرك لأجل كلمتك الحية يا رب. بصلي يا رب إنه هالأمور اللي سمعناها اليوم لحالنا ما بنقدر نعملها، لكن أعيننا، مدنا مدد، مدنا منك يا سيد بقوة روحك القدوس الساكن فينا من موارد النعمة، تغذينا وتعطينا يا رب قدر نلتفت إلى كل مواردك، ونكف عن الاعتماد على قدراتنا الذاتية يا رب، في اسم المسيح يسوع، لكي نستطيع أن نفكر، نفكر أما نحن فلنا فكر المسيح. أعطينا نفكر كفكر المسيح، أعطينا يا رب نفكر في كل ما هو حق وجليل وعادل وطاهر يا سيد، ومسر، وكل مصيته حسن، وبالفضيلة يا رب، وبالمدح، في كل ما توافق عليه يا سيد، ويكون معيارنا في أفكارنا وفي سلوكياتنا يا رب هو كلمتك الحية يا رب، مش مجرد أراءنا وأفكارنا ونرتاح له وما نعرفه وما علمنا به، ولكن يا رب تكون كلمتك هي الستاندرد تاع حياتنا. طهر ذواتنا وطهر أفكارنا، غيرنا عن شكلنا بتجديد أفكارنا وأذهاننا. علمنا يا رب، علمنا يا سيد، وفحصنا ونقينا، واجعلنا يا رب نتغير على صورة ابنك. استودع كلمتك من يديك، تعمل يا رب في حياة كل من سمعها يا رب، في اسم يسوع صلى الله عليه وسلم.